عندنا هذه فيات بونتو، واحد بونتو ان، مولاها مركب لها موتور اونو فاير يعني بالبومبيسونس بالواحد. طلبني في التليفون قال لي عندي مشكله في السياره. شنو هي المشكله؟ قال لي راهي الميكانيسيانات كلها شبعوا فيا، اللي يقول لي بدل البومبيسونس، واللي يقول لي بدل ديكو، واللي قال لي كنت خدم فيها بالغاز بطلت ما عادش خدم فيها بالغاز، قال لي عاد تحب تمشي بالليسونس بكل ما عادش حاب تمشي. بما اني انا ما عندي غرام كبير بالليسون بالكراه بالبنزين كراه بالليسونس، وعندي عليهم فكره بكدا لان خدمتهم برشا، قلت له جيبها لي خلينا نشوفها. طبعا جابها ريموركاج، هو جابها فوق كاميون ساكته. تو هاني باش نبدا نتوكل على الله بحول الله ونشوف شنو هو العمليه، باش نبدا. انا عندي شك في الكرباتير فيه مشكله، انا قلت له هيك حل الكرباتير، حل الكرباتير هيك. حلو الاخطاء بارك. هذه الاخطاء. انا عندي شك. ايوه عمليه ديفوين، شوفوا الديفوين ها. فما جيكلير يجي لوطه في وسط الكرباتير طايح. طبعا هو التو اللي يركب فيها ولا اللي خدمها كذا تبدا كرهبه غاصه، يظن انه هو الليسونس ما فماش. وبالنسبه للي يبدا عنده خبره ويعرف البنزينه ما فماش ولا موجوده، ما يعرفها ديريكت. وانا من ركبت فيها وخدمتها ولقيتها غاطه ما تحبش تمشي، حسيت اني فما بنزينه بزياده. جينا حلينا هالكرباتير، شوف لقينا الجيكلير هذا ما فماش، وهو وين طيب مرمي هون طيش وسط البنزينه. شفتوا؟ شوفوا مرمي في وسط البنزينه. هذه الراجل خسروه في بومبيسونس، وخسروه في دايكو، خسروه في برشا حاجات. هذا الجيكلير اللي هو باش يغذي الجيكلير الفوقاني، وباش يغذي السياره كلها بالليسونس. ما فماش، هو يركب هنا كان طايح. طبعا ما حتى حد ما بيجيب له خبره حتى يحل الكرباتير ويرجع، يعني اللي ما عندوش خبره عليهم ما يعرفهمش ما نجمش يعرفه. ها ان شاء الله تكون العمليه هذيك حدها. تو مش ركبوا هذاك الشكلير هذاك، ونعاودوا نخدموا ونرجعوا لكل شيء، ونعاودوا نخدموا الكهرباء ونشوف. انا شكيت اللي الشكلير رقم نتاعها كبير ولا حاجه، وشكي كان في محله. يعني هو عمليه، يعني اللي فهمت انا وقت اللي جربتها فهمت منها اللي فما بنزينه زياده اكثر من اللازم. حق السياره اللي يحتاجها الموتور هو واخذ قد مرتين، يعني دوبل نتاعها هكا. علاش حبيت انا حليت كل غرضي من داخل باش نحل نشوف هل ترى رقم صحيح اللي نتاع الشكلير اللي دخلاني ولا لا. يا اخي لقينا يعني منه للخزان، منه للريزرفوار ديريكت، الموتور يشرب من الطول من غير ما لا شكلير لا حتى شيء. طبعا ردوا بالنا ديما فماك الخفاف هذيك وتحت منها البوانتون نتاعها، هذاك ردوا بالنا منه، فيه طرف تل لازم يدخل في مكانه هذاك. حتى هذا ما كانش مركبينه في التل المكان هذا، لان عنده مكان يدخل فيه، لانه يولي يسكر على البنزين اذا كان لازم، خاطر ما يركبوه الا ما يتنحى المسمار، لازم يفك المسمار. حطوا التل في الخفافه، لكن ما نشوفش فيها، ما نشوفش فيها، ما نشوفش فيها. ركبوه هو قبل هو الخفافه وبعد رجع المسمار. شوف فيها نفك المسمار هذاك، خلوها على جهه غير ما نفكوه كله، مش لازم كان تحب. حطوا الخفاف، نقلبها شويه هيك هكاك، حطوه في مكانه وننزلوا به طول باش نجموا نجيبوه صحيح. خاطر اذا كان ركبوه خفاه وبعد ركبوه هو ما عادش يدخل التل اللي فيها هذاك. هذاك لازم طريف التل هذه، ريتها طريف التل هذه تكون داخله، طريف التل هذيك تكون داخله في مكانها في الخفاف في الجلوتير هذايا. ونجربوها نهزوا نهبطوا ونشوفوا، ونحطوا فوق فمنا هنا وننفخوا. لازم كي ننفخ نشد هكا وننفخ، ما يعديش بنزينه، كي سايبها يعدي بنزين، يعدي هواء. توا رجعوه مكانه. ديما ردوا بالنا من الفلوتور من الخفافه هذيك، وردوا بالنا من الجوان، يعني يكون في مكانه زاد.
يعني احيانا الواحد يعني يبدا يخدم في حاجه ما يفهمهاش، يضر نفسه ويضر غيره. يعني توا مبدين بومب اسونس ما نعرفش علاش، عاش بدين ندخل على البنزين ما نعرفش علاش. يعني هل ترى قال تعرف العلم قال نزيد فيه ما نبيك تركب الوحدات قبل هيك باش تاخذ السونتر نتاع السونتر نتاع الجوا. خلي تو الكسيرتين مش لازم تركب، خلي نخدم ونشوفو. هاك بس هذه شوية محبوسة هاك مخوف، حتى ما حلتهاش ما تعملش على غيرك، ديما نعمل كنترول على روحك، لأن هو آخر واحد هو أنت خدمتها، لأن العملية باش تبدأ عندك أنت. لا حد شكيت فيه. اذا كان الـ هي عامله نويه لازم الانسان يشد الاكسلاتير بالشطر ما يسيبوه. اللهم صل على النبي. يعني العمليه كلها ما واقفه على انسان مش يحل المخ شويه ويثبت. خدم اي خدم خليه يوصل ليسونس. خليه يوصل ليسونس. ديما قبل ما نعملوا الجلاس كربيتير فما حاجات لازم نعملوها، بما ان طمننا على الكربيتير توا لاباس ونظيفه، نزيدو نكملوا نفكوا الجيكلان نتاع رونتي كما الفئه تاع الجيكلان نتاع رونتي يجي الفوق، وفما في البيجو راح يجي من الجنب، نفكوا الجيكلان نتاع رونتي هذاك، وما نكتفوش بالنفخان فيه برك، لازم نجيبوا طرف تل اللي هما كيما تل البروس هذا وندخلوه فيه، يعني تل البروس ولا نتاع كابل ولا كذا، وندخلوه فيه ونشوفوه كان سافا لاباس وقتها ننفخوا فيه. ورجعوا ركبوا هذيك اول حاجه قبل ما نعمل الكلاس رونتي، انا باش نطمنوا اللي الكلاس رونتي لاباس عليه نكبسوه، ومن بعد نجيو للرونتي هذايا نزيدوا فيه شعره كيك نزيدوا فيه شويه، ومن بعد نجيو للرجلاج نتاع الفيس دار ونرجلوه. هاي خدم توا ان شاء الله تعطينا رجلاج نظيف لان بروجيتها تعبين والموتور ينفل. بما ان تو هذايا خلوها عالي شويه، ديما خلوها عالي شويه كيف، ونجوا للفيزدار هذه، الفيزدار هذه ونسكروا فيها على الاخ، نسكروا فيها على الاخ، ديما نسكروا فيها على الاخ بتورنيفيس صغير بمفك صغير نسكروا فيها على الاخر لين تسكت هي. من الهواء باش تسكت هاي، شفتوها باش تسكت هاي باش تسكت هكا توا سكرنا عليها على الاخر. ما هي من بعد ندوروا اربعه ولا خمس دورات، دور اثنين ثلاثة أربعة ونجربوا خدم وهي خدم. خدم نزيدوا زادة كيف مازالت تحب الرجلات نزيدوها شوية، نزيدوا نحلوا بشوية بالشعرة لين الموتور يرتاح، ونحسوا الموتور يرتاح وقتها نقصوا من فوق، نقصوا من هنا شعرة ومن بعد نزيدوا لها طولت، ونزيدوا من هنا شعرة. تو لين تركح هي، وين تركح هي نوقفوا احنا هكاك، نزيدوا من بعد نعاودوا نرجعوا هنا. بما ان المروحة تخدم هي تو من الأحسن نستنى المروحة لين تسكت تعطينا الجلس صحيح، لو خدت المروحة تخدم، لو خدمت المروحة شوفوا الموتور كيش اكسيلاري وحده كي تخدم المروحة، توا ينجم يعطينا الجلس صحيح، نعاودوا نزيدوا نرجعوا لهنا، على حسب حالة الكربتير، نشوفوه ارتاح، نزيدوا نجوا نرجعوا لهنا، وهكذا لين يطيح معانا الجلاش باهي صحيح، توا هكا تم باهي،
وصحيح رغم اللي كان جات البوجيات نتاعها جدد يعطينا خير من هيك. بما ان هذه تمشي بالغاز لا ليسونس وغاز لازم نعطوه ريونتي شويه زايد شويه باش الغاز ما تسكتلاش.